السؤال يقول: هل أنتما في الواقع مستعدين لحوار تلفزي للتلفزة الوطنية بعد مرور 99 يوما في قصر قرطاج؟ الإجابة تكون نعم أنا مستعد أو لست مستعد. سيد نعم سيد. آتيكم إلى هنا، إلى هنا للحديث إليك وللحديث معكم حول كل المسائل التي تودون طرحها بدون استثناء أي موضوع على الإطلاق، لأن حرية الإعلام شكراً. وبدون معرفة المحاور، وبدون معرفة المحاور رؤساء من غير معرفة المحاور زاد للصحفيين ويكون مباشر. نعم هو مباشر على المباشر ويكون مباشر